هي القريه اللي كانت تابعه لمدينه ويلبا تابعه للاندلس، على بعد واحد جوج سوايع ونص من اشبيليا، اللي كان فيها الحريق البارح. الحريق على الساعه 8:10 بعد الزوات. ديك الحريق السلطات الاسبانيه تاع الاطار التحقيق هل هو مفتعل ام يعني نتيجه تواجد انابيب الغاز، لدرجه انه في شي كاتشامبولات موجودين حتى لجوج قراعي ديال الغاز. كان واحد الانتشار مهول للحريق اللي ادى خسائر جد هامه بالنسبه للجاليه المغربيه والاجنبيه بصفه عامه المقيمه في هذه القريه اللي كتهتم بالفلاحه خصوصا. كان الناس مشاو لهم داكشي كامل اللي كانوا جامعينه فلوسهم وراقيهم. الحمد لله ما كانش كاينه حسب الاعلانات اعلان السلطات الاسبانيه ما كانش خسائر بشريه ولكن خسائر ماديه تقريبا كامل ما بقات حتى شي حاجه. احنا هنا كجمعيات تقدمت تقدم رئيس جمعيه مهاجرين في الاندلس واوروبا سي علي العقاوي كذلك مصحوبه بجمعيه المعهد الاسباني المعهد المغربي الاسباني باشبيليا كانت تقدموا بتقديم جميع المساعدات التي في المستطاع لهذه الجاليه في جميع الشؤون، استعاده الاقامات، استعاده المسائل، فين غيكونوا، فين غيعيشوا دابا، فين مسائل جد مهمه. وكنتمنوا كتكون هناك مساعدات من السلطات المغربيه المخصصه للجاليه كذلك من القنصليات المغربيه اللي كتهتم بالجاليه بالاندلس. وشكرا كنتاسفوا على الحدث فعلا. وكنتمنى السلطه المغربيه تعاون هاد الناس هادو واخا غير بالاوراق ديالهم اللي ضاعوا قانونيا. وكنتاسفوا بزاف لهاد الناس هادو اللي كاين استعاده جوازات السفر بسرعه ومسائل كلها. كاين اكثر من 3000 مغربي في هاد مدينه ليبي اللي كيجيو في هاد التيمبو ديال في هاد الوقت ديال الفلاحه ديال الفريزه. وكنتاسفوا بزاف والسلام. شكرا.